في شأن آخر، استعرض المحررون من أبناء محافظة صعدة في شهادات موجزة الانتهاكات وجرائم التعذيب التي تعرضوا لها في سجون ميليشيا الحوثيين منذ اختطافهم من الطرقات حتى الإفراج عنهم. وتحدثوا في تصريحات ليمن شباب عن ظروف المختطفين في سجون الميليشيا وما تعرضوا ويتعرضون له من أساليب تعذيب وحشية وتعاملات تحط من كرامة الآدمي. أنا تم اختطافي من داخل الشقة التي كنت أسكن فيها في أمانة العاصمة. دخلوا بصورة وحشية وبصورة بشعة، تم من خلالها إفزاع الأطفال وإفزاع الزوجة، وتم وأخذوني وكل ما أملك داخل البيت، وتم اختطافي وابتدادي إلى زنازين الأمن القومي عند الميليشيا الحوثية لمدة 3 سنوات مغيب في تلك السجون بعيدا عن الأهل والأولاد والأصحاب. وبفضل الله عز وجل تم تخليصنا من هذه السجون بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. خطفوني من الشارع وعيالي كانوا عندي، كان عندي 2 من عيالي يبكون علي، أخذوني قالوا لحظات وسترجع، ثم أخذوني ودخلوا وضيعوني. جلست سنة وشهرين ضائع، لا يدرون أهلي عني، هل أنا حي ولا ميت. حتى أن أبي أصيب، ارتفع عنده الضغط وأصيب بجلطة، هو يبحث عني من سجن إلى سجن إلى سجن ولا يدري عن أين أنا. وبعد سنة وشهرين طلعت للأمن السياسي في صعدة وزاروني أهلي، وتفاجأت عندما أخبروني أبي مات وهو يبحث عني، تفاجأت مفاجأة وكدت أموت من القهر. وبعدها من سجن إلى سجن، إلى صنعاء، إلى بدروم، إلى زنازين، إلى يعني أماكن لا أعلمها إلا الله. وبعدها يعني كنت أتمنى الموت، حتى كان الطيران يمر ونتمنى صاروخ يأتينا لكي نتخلص من ذلك الضيق ومن تلك الحياة التي نعانيها ونلاقيها في تلك السجون. كانوا يضربوني بالسياط حتى أسقط على الأرض، حتى أسقط على الأرض، بل كانوا يدوسون على فمي بنعالهم أكثر من مرة، وأشياء يعني لا أستطيع حدثكم عنها، يعني أشياء قذرة جدا. يعني كانوا يطرحوني في زنزانة مكلبش 18 يوم وأنا في زنزانة تحت الأرض، والله يعزكم يعني يتباول عند رجلي، وأشياء يعني ما أصدق أنني في بلاد إسلامية.